هو اللي لفت نظري يا استاذ عماد، وخليني اسال برضو امنيه وامل، يعني انه الموضوع مش موضوع حب وتشجيع وخلاص، ده انا بشوف انه كمان، ويمكن احنا شفنا يعني كان لقطات ليهم قبل ما يطلعوا معانا في الاهلي في رمضان، ان هم كمان يعني حريصين ان هم يروحوا يشوفوا ماتشات الاهلي ويشجعوا الفرقه من جوه الملعب. والله لو انا قلت لحضرتك ان امنيه وامل حياتهم كلها هي الاهلي، سعادتهم هي الاهلي، وقالوا لي نفسنا اللقطات اللي احنا بنشوفها حضراتكم على الشاشه دي من ماتش الاهلي والاتحاد الاخراني ده، الاهلي كسب فيه 1-0. حضرتك امنيه وامل انتوا معلش الاول، انتوا بتروحوا يعني من نفسكم ولا بيتم توجيه دعوه ليكم؟ لان انا عارف كمان انه اداره النادي الاهلي بتبقى مهتمه جدا بذوي الهمم، وفي اوقات كتير بتوجه دعوات ليهم، فانتوا رحتوا من نفسكم ولا كان في دعوه موجهه ليكم عشان تحضروا المباراه؟ والله امنيه وامل يعني من زمان وهم نفسهم يحضروا ماتش للاهلي في الاستاد، فطبعا انا كنت عارف ان الموضوع صعب جدا. فلما رحت حضرتك سالت في ماتش الاتحاد، كان في ماتش الاتحاد والاهلي، فيمكن انا رحت الصبح، وربنا يديهم الشرطه يا رب، ربنا يديهم الصحه ويخليهم، تعاونوا معانا ودخلونا والحمد لله رب العالمين. كان ده اول مره ان احنا نحضر ماتش الاهلي في الاستاد، فطبعا ورجعنا تاني بالليل، فطرنا ورجعنا عشان نسمع، طبعا المشوار ساعتين ونص بس، ده كله حب يعني، هون في حب الاهلي، ولو نعرف نروح اخر الدنيا ورا الاهلي هنروح، ولكن احنا عارفين ان كان الموضوع صعب علينا وجربنا والحمد لله، يعني ايه رحنا حضرنا الماتش. فامنيه وامل امنيه حياتهم ان هم يتفرجوا على الاهلي في الاستاد، فراحوا ماتش الاتحاد. طبعا الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني وقدرت. ده انتوا كمان نزلتوا ارض الملعب وشفتوا دخل ارض الملعب بعد الماتش. طبعا اللقطه دي كانت مؤثره جدا على جماهير النادي الاهلي، لان امنيه وامل داخلين يدوروا على النجيله اللي اللعيبه كانت بتلعب عليها، من حبهم في اللعيبه وحبهم في النادي داخلين بيحسسوا. لو حضرتك خدت بالك كده بيقولوا الشناوي كان واقف فين، الشناوي كان واقف فين، وبيحسسوا كده، بيدوروا على المكان اللي النجيله، ان هم عايزين يوصلوا للمكان اللي اللعيبه بتقف عليه. احساس الفرجه ومتابعه الماتش من الملعب مختلف يا امنيه؟ حاجه رائعه طبعا. اولا انا رايحه عشان يعني اشجع من الاستاد، مش رايحه عشان اتفرج، ان انا اتفرج ده طبعا في البيت، لما ارجع طبعا هتابع المباراه من قناة أون تايم والمعلق الرياضي طبعا بيوصف المباراة، لكن أنا رايحة عشان أشجع وأساند الكيان، رايحة عشان أغني أساس المشجع بقى جواكي. بالظبط. التجربة كانت إيه بقى؟ يعني بعد التسعين دقيقة ما خلصوا حسيتي بإيه؟ حاجة روعة، يعني حسيت إن أنا قريبة من الكيان اللي أنا بنتمي ليه، وبجد حاجة عظيمة جدا، تشجيع من المدرجات، حاجة رائعة بصراحة. إيه الفرق يا أمل بين انك تسمعي ماتش او يعني تتابعي ماتش للاهلي في البيت مع العيله قدام التلفزيون يعني، وانك انت تبقي موجوده بتتابعي ماتش وبابا اعتقد بيقول لك على التفاصيل وانت موجوده في الملعب؟ اكيد طبعا الفرق كبير جدا، فرق ان انا قاعده اتفرج، وفرق ان انا بساهم وبشجع وبساند وبساهم ان احنا ناخد الثلاث نقط دول او نكسب الماتش ده. طبعا الماتش ده بيكون حاسم، ممكن يبقى حاسم في نهايه الدوري، وانا اكون من الاسباب، طبعا الجمهور بيكون سبب كبير ان احنا ناخد البطولات، فاحساس بيكون جميل جدا. اليوم ده كان اسعد يوم في حياتي بجد، ان انا اكون قريبه من الفريق اللي انا بعشقه واللي انا عايش عشانه اصلا، فده بيكون احساس مختلف.